يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا بكثرة العطاء وبكثرة الصدقة وبالكرم وبالجود، كل واحد حسب مقدرته، خاصة في هذا الشهر الكريم المبارك، لأن ده شهر الجود والكرم والعطاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. الشخص اللي هيفطر غيره في رمضان، اللي هيفطر الصائم في رمضان بنية صادقة وحاجة كده خالصة لوجه الله الكريم، يترتب على كده الثواب الكبير. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئا. يعني ربنا هيديله مثل ثواب الصائم من غير ما ننقص حاجة من ثواب الصائم. فقال الصحابة: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، مش كلنا عندنا المقدرة إن احنا نفطر الناس الصائمين. فقال الله عز وجل: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. يعني كل واحد ومقدرته يا جماعة، كل واحد واستطاعته، ربنا هيعطي هذا الثواب الكبير لأي حد بيفطر أي حد صايم، بس بنية صادقة خالصة لله وحسب قدرته واستطاعته وإمكانياته، حتى لو هفطر واحد على تمرة أو شوية مية أو شوية لبن.